معاناة مادية. لا هو اتفضل اتفضل يا سيادة النائب. انا كنت عايز اسال على يعني المقدمه كده. لا انا هبتدي من حيث ما انتهيت انت حضرتك. أشكرك. يعني اشكرك يا فندم وشكرا ليكي واهلا بيكي ومساء الخير على الساده المشاهدين، وان شاء الله يعني نقدر ان احنا نوضح صوره من اللي موجود معانا واللي احنا بندرسه وبنشوفه في المجتمع المصري. حضرتك انت بديتي ونهيتي بموضوع ان احنا ناخد الايرادات دي نعمل بيها كاميرات. لا ده في قانون طلع وقانون صدر من مجلس النواب بان لابد ان يكون حتى البناء حتى البناء يعني هو اشترط حتى اساسا ان في حاله استخراج ترخيص البناء الخاص باي برج او اي بيت او اي حاجه زي كده ان يكون معاه في ترخيصه وضع الكاميرات الخاصه على النواصي الخاصه به. المحل التجاري مش هتفضل ليه الترخيص بتاعه الا اذا كان هناك وضع الكاميرات الموجوده داخليا وخارجيا. اي محل تجاري ايا كان نوعه القانون بالفعل وصدر صدر موجود بلايحته تنفيذيه وصدر وتأيد وكل حاجه. وادي الباشا موجود معانا وصدر يعني كله. ولذلك ده بيساعد في حاجات كتير جدا. يعني بيساعد في حاجات كتير يعني موجوده. يعني لما يكون الشارع كله فيه من 15 يعني جميع المحلات التجاريه اللي موجوده فيه وداخليا وخارجيا وعلى النواصي الخاصه بيه بتوجد الكاميرات الخاصة بالمراقبة أو خاصة باستيعاب الكلام. لما تحصل أي حاجة بترجع للكلام ده بيجيب الإيه؟ طيب الواد اللي موجود الدفاع والأمن القومي. لجنة الدفاع والأمن القومي في هو باختصار شديد أكيد منوطة برضو عن يعني الاهتمام. ده هو بتاعنا. طبعا الاهتمام بالنظام والأمن في الشارع ده ضروري. ده هو من أساسيات اللجنة. مش بس إن أنا أكافح السرقة والتحرش والخطف وكذا، لا إن أنا كمان امشي أوفر في شارع امن الاقي مكان اركن فيه عربيتي إيه؟ ما بقاش ماشي الاقي حد جاي عكسي قدامي. كل دي ممارسات كل حضرتك اللي انت بتقولي عليه حضرتك واللي انت برضه استكمالا لكلام الحديث ان هناك قانون اتى المجلس عن طريق مجلس الوزراء خاص بقانون المرور الجديد وحال السيد رئيس المجلس الموقر للجنه الدفاع والامن القومي. تولى السيد رئيس اللجنه بدراسة هذا القانون مع هيئة مكتبه وقررنا نحن في اللجنة أن توجد عبارة عن ثلاث مجاميع موجودة خاصة بالاستعانة بأهل الخبرة اللي موجودين برا لدراسة هذا القانون. أهل الخبرة هم مين؟ اللي هم مساعدين الوزير الخاصين بالمرور، المالية، الإدارة المحلية. لأن هو في دباجة هذا القانون المذكرة الإضاحية بتاعته ومشروعيته ان ليست وزاره الداخليه هي المنوط ليها الوحيد والمختصه بالمرور، لان بتتدخل معاها جميع الوزارات اللي موجوده، الاداره المحليه، وزاره الماليه، وزاره التامينات والمعاشات، وزاره التخطيط، الاستثمار، كل ما يخطر على بال حضرتك من الحكومه هم بيختصوا بهذا القانون. طيب لما انا اقول الكلام دوت ونيجي يعني القانون بيقول ان مسؤوليه المرور مسؤولية المرور هي تنظيميا في الشوارع هي دي بتاعه الداخليه. تمام. انما انا بعد كده انا عاوز انظم، عاوز اعمل مواقف، هجيب مين، هكلم مين، وهستاذن مين؟ الاداره المحليه السيد رئيس السيد المحافظ بتاعنا او اي محافظ موجود ورئيس حي انا بتكلم على مستوى السيد المحافظ دلوقتي. ماشي. محافظ بتاعنا بيقترح وبيعمل مجلس تنفيذي، بيقول والله انا هاخد حته الارض دي فدان او اتنين فدان او 3-4 آلاف متر عاوز اعملها موقف. تمام. عشان يعمل الموقف دوت لابد ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، لان ما فيش مجلس محلي ليه. كان المجلس المحلي الموجود معانا دكتوره اللي معايا عايز اتكلم فيه. لان هو حضرتك انا يعني اللي اتكلم اكتر في هذا القانون هو قانون معالي النائب ممدوح. علشان الكلام دوت حضرتك يتم لازم يكون في مجلس محلي يصادق على قرار المجلس التنفيذي بتخصيص هذا القطعة الارض. احنا ليه يا فندم بناخد وقت؟ يعني ليه الدنيا صعبه كده عندنا؟ اللي بيقوله الدكتور، انا هاخد الكلام من الدكتور معلش عشان برضه اسيب الممدوح بيه يكمل، هاخد الكلام من الدكتور ان قانون الاداره المحليه اللي احنا ان شاء الله باذن الله في بدايه انعقاد الدور اول قانون هيتم مناقشته على معرفتي انا وتقديري هو قانون الاداره المحليه. طبعا حركة على حضرتك بعد قانون الاداره المحليه لابد في مواد وفي خاص ماده فيه
باللا مركزيه والمركزيه اللي موجوده اللي هتحل مشاكل واللي هي فيها المشكله واللي كثيرا من اللي مش فكره اني ادي كل مش مستوعبينها ومش عاوزينها يعني عده اسباب مش عاوزينها مش عاوزينها يعني انت بتقول المحافظ لا حول الله ولا قوه زي ما قال يعني المحافظ انا النهارده يعني انا شركات الميه دي شركات المياه والاصرف الصحي اللي جت كانت الاول مع وزاره الاسكان دلوقتي حاليا بقت وحتى مثلا مديريات الصحه مديرية يعني الصحة لا مديرية الصحة تبع وزارة الصحة إشراف مباشر هي تبع وزارة الصحة إنما هناك إشراف من السيد الوزير المحافظ على فين على وزير على مدير عام مدير الصحة أو وكيل وزارة الصحة اللي موجود في محافظته يعني والتربية والتعليم إشراف فقط لا غير إشراف منقوص إشراف فقط لا غير إشراف فقط لا غير يرفع سماعة التليفون له هذا الإنسان اللي عندي دوت بتاع التربية والتعليم بتاع الصحة بتاع الكلام مش متوافق معايا بخصوص المحافظه اللي انا شغال فيها 1 2 3 ارجوك شوف حد تاني طيب. بكذا انا هرجع على حضرتك بعد ما اسمع سياده النائب ممدوح الحسيني وبرده التوك توك انا ما اتكلمتش فيه لان هو ده القانون اللي معايا.